الزبدة بستين ثانية. فقدان طائرة إندونيسية تقل 62 راكب تم إقلاعها من مطار جاكرتا والعثور سادلي على حطب. انشرت صحيفة العرب الإماراتية خبر بعنوان أزمة داخلية تفاجئ أمير الكويت المنتشي بنجاح وساطته بين قطر والسعودية، لكن هالشيء ما رح يأثر على المصالحة الخليجية. نتائج الربيع الأمريكي كالتالي: سكروا كل أكاونتات مستر ترامب. أيضاً مستر ترامب يطالب بعفو تام عن نفسه. أيضاً تم اقتحام أحد مباني الكونغرس الأمريكية قاعة الكابيتل، وهالشيء تسبب بفوضى كبيرة أيضاً بحالات وفاة. فتح منافذ الإمارات، هني تعلن إعادة فتح كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية مع قطر. شروط السفر الجديدة لبعض الدول من الكويت: فحص الـ PCR، تحليل مناعة كورونا. أما الأخبار الفنية: طلاق كيم كارداشيان بسبب الخيانة. من الناحية الثانية: زواج الفنانة هند البلوشي من الفنان العراقي علي يوسف.